ازداد او بالتحديد في البوابة ال 14 احنا موجودون الان نقول سيفتي امر جح في الشهداء تورها جت قامت بعض العصابات ب المرور على البوابة ودحرناهم من هذا المكان وطهرناهم، والآن البوابة تحت سيطرة الشعب المسلح، والآن دايرين الشعب المسلح داير تنظيم بتطهير منطقة تورغة من الزردان. احكي لنا على منطقة تورغة، لاحظنا بعض الأهالي غادر في هذه المنطقة، كيف هي الآن؟ طمن الناس. والله الآن يعني إن شاء الله للأحسن، وبكرة إن شاء الله أنا تمكن الإذاعة الليبية من تصوير منطقة تورغة بجميع أماكن. كيف أهاليهم أهالي منطقة تورغة الآن؟ والله كلهم بخير، والآن نحاولوا أن باش نرجعوهم يدخلوا للمنطقة. الشعب المسلح بقدرة الله إن شاء الله وبدائر تنظيمات وترتيبات بإعادة الأهالي وتطهير الوقع. أحد الضحايا من خلال جراء هذه العصابات؟ والله لا، ما وقعش ضحايا، وقع شوية ناس جروح، شوية جروح نوشات، هذه سببها حسب النوشات. بحكينا كيف كانت ردة فعل الأهل؟ بسم الله واسم الفاتح العظيم عليهم الطوع حسين مسؤول الطيب بتشكيل المسؤول الفاتح العظيم بن وليد. احنا الان في بوابه ال 14 اللي تربط بين تورغه، مدينه تورغه وقريه القطف بن وليد. امس كنا طبعا في مدينه تورغه، دخلوا علينا العصابات المسلحه باسلحه غريبه ودخلوا بقوه، واحنا خوفا على المدنيين انسحبنا وخلينا لهم تورغه، ولكن بكره باذن الله داخلين الى تورغه. اهالي تورغه في حاله ما تقدرش توصفها، ناس صغار عويله رضع، قصدي قصة رهيبة جدا ما كانش تتوقع انها تكون في الشعب الليبي. احنا الحمد لله 40 سنة في ظل الفاتح العظيم كنا في رغد ما لناش شاعرين به، الان بعد شفنا الاهالي كيف والنساء كيف تتغوت لما يشوفونا يهرب، لما نقول لهم احنا الشعب المسلح يفرحوا ويقعدوا يزغرطوا للنساء. الجمعة اليوم عشية الساعة قبل الفطور بربع ساعة، والله معمر ليبيا. بس احكي لنا كيف كانت ردة فعل اهل تورغة على هذا؟ ردت طبعا، انا بنقول حاجه واحده للليبيين، ان ليبيا للليبيين، الليبيين الاحرار الذين ولدتهم من بطنها وتربوا وفي احشائها. ليبيا ليس لقمه صايغه للهلافته، ليس لقمه صايغه للخونه والمرتدين، اولئك الخونه الذين جوا على الشلبيين الليبيين المعفنين هذين اللي جوا على حاولوا أن ينتهكوا الأرض والعرض ويجيبوا الأمريكان ويجيبوا الإنجليز ويجيبوا الطليان ويرجعوا لنا العهود المظلمة دي. فليبيا صعبة عليهم جدا، نقولهم من هذا المكان وفي هذا الموقع، وقول الله وليبيا ومعمر. بس كان فاكرين أن معنا هذه دونها الموت، دونها الأرواح، دونها المهج، دونها الفداء، معمر هذا دون كل شيء، كل شيء دون معمر هذا يهون، دمانا في دال معمر. أنا من منطقة بني وليد. حسب الاشتباكات بين والله خوفا من سفك الدماء وخوفا من تدمير المساكن، يعني اضطرينا احنا الى عملية تكتيكية على اساس ان لكي ننسحب لكي نجرهم للوديان اللي فاضية بدون ما هيش اهلة بالسكان، حتى يكون القتال خارج المدن. نظرنا المدن هذه مكتظة بالسكان ومكتظة بالعائلات ومكتظة بالأطفال، فلهذا لازم يعني اتخذنا خطة كقيادة في المنطقة على أساس أنه لازم ننسحب ونجرهم للبوابة 14 وللقريرات وحتى للأرض هذه، خوفا من العائلات، أن خوفا من تبسيط العائلات. نظرنا سلاح من إحنا وسلاح من هم، وفي النهاية الضحية يعني هم شعبنا، هم أولادنا، هم بناتنا، هم عائلاتنا، فلهذا هذا موقف يعني تكتيكي فقط. وكان يحلموا بها هذا يا ما مش حيحلموا بها ابدا، هم كانوا في مرمى نيراننا، ولكن احنا كنا يعني مدافعين على المدينه، ولكن خوفا من تمزيط هالعائلات وخوفا من تدمير المساكن وخوفا من كذا كذا، فاضطرينا الى ان ننسحب حتى نجرهم في موقف يعني خداعي حتى يطلعوا للارض اللي خارج المباني وخارج الوحدات. وهنا قوتهم
قوتهم هم كانوا جايين عابين على ناتهم مسلحينهم القطريين بدبابات وبأسلحة يعني حديثة، ولكن احنا اللي عندنا احنا ما يملكوش هم، احنا عندنا العزيمة والدم وأرضنا وبلادنا ولازم نموتوا عليها، لكن هم ماجورين يعني ماجرينهم تاجير، هم مخلطين من الأفغان ومن من القوات المشرية شرية بالفلوس، لكن احنا أرضنا حندافع عنها حنموت عنها، ولكن إذا كان هم رجال ترى يطلعوا لنا في الأرض العراء، هي أرض عراء قفر ما فيهاش عائلات ما فيهاش تمزيط ما فيهاش مساكن ويتفضلوا هنا، إحنا نرمي عليهم تو خارج المدينة، ولكن داخل المدينة ما نستطيع أن نمزط عائلات نمزط أرواح ونروحهم، وهذا ما يكونش عندنا، إحنا نقاتلوا بشرف مقاتل الشريف يعني بإذن الله غدوة نطمن المشاهد بإذن الله بإذن الله بإذن الله بعونه بإذن الله، يعني هنا بادلين خوفا قلت لك زي ما قلت لك خوفا من تدمير المساكن خوفا من تدمير العائلات خوفا من تبزيط، اضطرينا إلا ندير تكتيك بحيث أن نجر وننسحب حتى للأرض هذه الفضاء بحيث يعني نجذبهم للصحراء هنا بحيث يعني نقاتلهم، مش قالوا هم على أساس أن احنا نبغى هذا، فإحنا وضعنا خطة من أجل العملية متاع السدادة هذه وإحنا مستعدين هنا. شكرا لك. شكرا. نشرفوا بك. إحنا من شاهدنا سمعنا أن في اشتباكات في هذه المنطقة، شاهدنا بعض الشباب يتوافد على المتطوعين يتوافد على مدينة دورة لتصفيق هذه رمي مسامحه. كيف رايك هذه الجماهير اللي جايه تفعل؟ والله الجماهير جايه تشكيلات توريه. اولا السلام عليكم لجماهير مؤتمراتنا الشعبيه على مستوى الجماهيريه العظمى، ونحييهم من هنا من تورغة الصامده تورغة الصمود، كما احيي جماهير منطقه تورغة الصامدين اللي يقصفوا فيهم الجردان من جميع المكان بالدبابات وبالمدفعيه وبالهاوينات، ونحيي التشكيلات التورية المقاتلة من بن وليد ومن سرت ومن تاورغة ومن المزاوغة ومن جميع مناطق الجماهيرية، وأحيي جنودنا البواسل الصامدين الآن في الجبهات الأمامية لمقارعة العدو وإيقاف الناتو من الجو ومن البحر ومن الأرض وما جردان، وإحنا صامدين هنا ونقول للقائد إن إحنا موجودين صامدين ولا يمكن يهز الناتو ولا جردان، والله ومعمر وليبيا وبس، وإحنا صامدين والآن موجودين في تورغة وقواتنا متقدمة قدام، لكن نتيجة لوجود سكان منطقة تورغة فيها قاعدين فيها لهالوقت ما ناش قادرين نضرب الجردان وهم موجودين، لأنهم هم يضربوا فيهم ويدمروهم. يعني واخدين دروع الناس دروع بشرية، واخدين الناس دارين دروع بشرية أمامهم، والنصر قريب إن شاء الله، وإحنا موجودين الآن في البوابة متاع تورغة، وتورغة فيها بعض الجردان في الخلف شوية موجودين يتقهقروا، وإحنا حاليا حنقوم بتمشيط المنطقة من جديد مع القوات المتطوعين اللي موجودة حاليا. كيف رأت القوة المتطوعة اللي جاية؟ والله القوة بصباح نحيها تحية كبيرة جدا لأنهم متواجدين معنا ويخشوا مشطوا معنا ويقاتلوا معنا، تعبير حتى على التلاحم ومتلاحمين، الشعب الليبي كله متلاحم مع بعضها، كل القبائل الليبية وكل المناطق من الجماهيرية العظمى موجودين معنا هنا ومتلاحمين مع بعضنا، وإن شاء الله النصر قريب، ونحيي الضباط البواسل الموجودين الآن داخل أما قوات المتطوعين وعما قواتنا المسلحة، وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله بإذن الله. شكرا لله. وليبيا وبس الله ومعمر، وليبيا وبس الله ومعمر، وليبيا وبس الله ومعمر، وليبيا وبس الله ومعمر، وليبيا وبس. شهداء شهداء من أجلك يا ليبيا، شهداء شهداء من أجلك يا ليبيا، شهداء شهداء من أجلك يا ليبيا، شهداء شهداء ما يمشيش هباء دم الشهداء، 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 ما يمشيش هباء دم الشهداء. نهلني الأخ القائد
عظيم في شهر رمضان المبارك لجميع الليبيين اخوتنا في ليبيا. نحن شباب غرفلة وخبائر غرفلة جينا اليوم لدعم منطقة تورغة. سمعني بأن جردان قد قام بدخله وجينا اليوم جينا نساعد لأخوتنا في تورغة وجميع المناطق اللي في ليبيا بالكامل ملتحمين مع الأخ القائد ومع بعضنا وكلنا الليبيين على قلب واحد ولا بد أن نقصروا سلاسل العدو. نحن خشينا تورغة ونتمكن بضرب جردان خوفا لحفاظا على الناس المدنية والناس اللي على الطريق. وطبعا هم قاموا بضرب عشوائي اللي ماشي على الطريق واللي في حد المستشفى ضربوه. يقولك البوابة اللي كنت تفطر فيها وهذه البوابة تمر تفطر فيها هذه كلها أثار قصف بالكامل مطيران منهم بليلة البارح واليوم الصباح. فتو نحن الشعب المسلح بالكامل. يقولون بطياراتهم بطيران يقولون لهم طز فيكم بالكامل بقطريكم ببوشنتكم ببرنامجكم بالكامل طز فيكم. نحن الشعب الليبي ملتحمين مع بعضنا نموت الجميع ونموت الجميع ونعيش الجميع والليبيين ملتحمين بالكامل مع قيد التوام. والله معمر والله معمر وليبي وبس.